يخص إذا بغيت تقول الازدواجية أو العمل اللي من الناحية الداخلية اللي ما تيتمشاش. أنا دائما تنقول لهم داك الإنسان اللي تيكون مفرق رجليه، حاط رجل في جهة ورجل في جهة، ما يمكن ليه يعطي لها في هاد الجهة ولا في هاد الجهة، ولكن يمكن ليه يعرق لهاد الجهة ويعرق لهاد الجهة. أنا من الناس اللي تيأمنوا بأنه ما يمكنش واحد يكون في لينيم ويقول لك أنا نخدم مع السنين، ولا يكون في سنين ويقول لك أنا نخدم مع لينيم. انا من بين المؤسسات الواقعيه اللي كنا في الفلسطينيين، ومن بين الناس اللي تعاملت مع سي قويطع في المنطقه الجويه ديال طنجه، ومن بين الناس اللي كنت نحار بانه تجمدات النقابه الجمعيه وقفات 14 سنه تقريبا من 92 93، وبانه وكنت عضو يعني نشيط في الفلسطينيين، ولكن ملي تخلقات سنين نساعد مباشره من الفلسطينيين. يمكن لي نحضر التنظيمات ديالها يمكن، ولكن ما نكونش في الاطار التنفيذي ديال لينين، لانه تيكون تتعارض التوجهات نقبه نقبه والجمعيه جمعيه، ويمكن لهم يعملوا يد في يد. يمكن لهم لانه كما قلنا كاين بعض الامور اللي يمكن النقبه تقوم بها الدور الاول والجمعيه الدور يعني ثانوي، وكون كاين مواضيع ديال الهندسه للجمعية تلعب فيها الدور الأول، والنقابات تكون غير مواكبة لها في هذا الدور. لهذا لازم تسريع المهندس يكون واضح، يكون عارف شنو بغى. احنا باغين الجمعية ديالنا تستمر وباغين النقابة ديالنا تستمر، ولكن ما يمكنناش نمشيوهم بنفس الفكرة، لأنه لينيم لينيم وسنيم سنيم.